فيما يتعلق ببرنامج رمضان والبرنامج الصيفي، كل المؤسسات الكبرى التابعة للقطاع أعدت برامج خاصة، وهي يعني يمكن نقول أنها استكملت وضع البرنامج، يعني تحديد المواعيد اللازمة للفرق الفنية وللانتشار الثقافي ليس فقط في المدن الكبرى ولكن في عديد المدن الداخلية أيضا، هذا فضلا عن بعض المهرجانات مثل مهرجان وهران للسينما أيضا الذي هو يعني قطع شوط كبير أيضا في الإعداد والتحضير. فضلا عن أن تيم جادو وجميلة ستكون أيضا في مواعيدها أيضا هذه السنة مع تقليص في الفترة، ولكن في توسيع النشاط عبر ليس فقط في مدينتين وثلاث مدن ولكن في بقية المدن الداخلية التي تم الاتفاق معها لتوفرها على قاعات وعلى فضاءات للنشاط الثقافي.